عامل مهم لنجاح المشروع في كيفية وضع خط الأنبوب في مناطق مأهولة للسكان، والذي يمتد مساره على مدى 370 كيلومتر. قامت شركة OMV والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بدراسات دقيقة تتناول الأثر البيئي والاجتماعي للحد من تأثير مسار خط الأنبوب والأشغال. وكنتيجة لذلك، فإن خط الأنبوب سيتخذ مساراً مماثلاً لخطوط الأنابيب الموجودة بين الجنوب والشمال، والتي تخترق بصورة مدروسة الأودية والطرق والسكك الحديدية والمناطق المأهولة بالسكان. غير أن إنشاء خط الأنبوب الرئيسي للغاز يعد عملاً محفوفاً بالتحديات. المبرمج أن يتطلب ما يزيد عن 500 عامل أثناء الأشغال، يعملون في 28,000 قسم أنابيب فردية، ويحتاج نقلهم إلى 3,500 رحلة في شاحنات فردية. ويستوجب خط الأنبوب حفر ما يزيد عن 2 مليون طن من التراب، أي ما يكفي لتعبئة 400 مسبح أولمبي. ويتطلب إطعام هذه القوى العاملة توفير ما يزيد عن 1 مليون وجبة. وأخيراً يصل خط الأنبوب إلى جابس في الساحل الشرقي لتونس. وهنا في المنطقة الصناعية الموجودة تقام محطة معالجة للغاز. تعمل مرشحات الامتصاص على إزالة أي زئبق، والذي يتم التخلص منه عن طريق طرف ثالث دولي. تقوم المناخل الجزيئية بالتخلص من المياه المتبقعة، ثم تستخلص سوائل الغاز الطبيعي كالبروبان والبيوتان من الغاز الخام عن طريق استخدام الضغط والتبريد والتجزئة. يستخدم البيوتان في تونس، أما البروبان فمن الممكن بيعه في السوق الدولية. ويكون بعد ذلك الغاز الطبيعي والتجاري جاهزاً لنقله إلى شبكة الغاز الوطنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيل. ومن المفترض أن يوفر اكتشاف الغاز هذا مئات الوظائف أثناء تنفيذ المشروع، ومئتي وظيفة دائمة جديدة في قطاع الغاز بتونس. ويتمثل الهدف من المشروع في إنتاج ما يزيد عن 2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، بما يوفر ما يزيد عن 17% من إجمالي استهلاك الغاز في تونس. ومن الجلي أن ذلك من شأنه أن يقلل مدفوعات تونس للطاقة المسددة للدول الأخرى. ولا ريب أن تطوير مشروع حقل نوارة للغاز يقوم بدور مهم في تعزيز الاقتصاد التونسي، فضلاً عن تشجيع الاستثمار المباشر في الدولة وتوفير دخل إضافي وتوفير الخبرات الفنية والتوظيف داخل تونس. التحركات التي شهدها المجتمع التونسي لتعقب الفساد والمفسدين حتى لا يفوت من العدالة وحتى يرجع الحق لأصحابه وتعرف الحقيقة. هذه مجموعة من المحامين التي سميت بمجموعة 25، محاميات ومحامون تطوعوا من تلقاء أنفسهم لتكوين ملفات صلبة لتقديمها للعدالة ضد مافيا الفساد والإفساد. كل ليلة وعندما يخلد الجميع إلى الراحة، يتوجهون بملفاتهم وصيدهم اليومي الثمين، التاريخ والمستندات والشهادات والقرائن التي جمعوها بجهدهم، حتى عندما يقدمون القضايا تكون موثقة بصلابة. وجودهم لما رأيتم مباطرة العالم والنبي في فعل من دون العالم. الناس هذوما ما كانتش عندهم شك، إنما كانت عندهم عصابة مفسدين متمكنة من كل دواليب الدولة باش تبتز الأموال حتى من مركز توليد ومركز الربيع. كلهم هذا إلى ذلك أنه معاك هما لهنا آلاف الأعوان المتفرين المخافين خلق ولا مستخدمين ويتقضاوا في وجوه، وفيهم الكاتحات اللي يزيد هو ذلك متفرع من الإدارة والإدارة العديدة شهرين من هذا واحدة هذا ملف واحد اللي فيه تقريبا 40 مسؤول سيضحوا وزير وزير أول و كلهم نزلوا حولهم العالم.
امتيازات ابتداء من 1 كيلو لحد 1 متر، منها شهرية صافية قدرها 50 ولا بالصاف 50 دينار مقابل استهلاك الهاتف المنزلي. 50 دينار على الفاتورة تاعتها. طبعا تعطي تقارير وتعطي معلومة. أيوة شوف. كمية شهرية من البنزين تساوي 4000 لتر. شنو الدرب شنو هذا؟ ايه واش تعمل ايه؟ ليش ما بغيت؟ واش مريك انا 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 واش لا لا جعفر La protestation continue dans la province de Tataouine, dans le sud-est de la Tunisie. Ici à Camour, à près d'une centaine de kilomètres de Tataouine, les habitants de la région ont monté depuis plus d'un mois des tentes près d'une installation pétrolière. Ils demandent une meilleure répartition des richesses du pétrole en faveur de la région et des recrutements prioritaires dans les sociétés exploitant le pétrole. Selon le gouvernement, la protestation autour des sites de production a coûté au pays l'équivalent de quelques 2 milliards d'euros. Dans la foulée, Tunis a ordonné la présence de l'armée sur les sites de production. Une décision perçue au sein de l'opposition comme une provocation qui pourrait accroître les tensions sociales. La Tunisie connaît depuis le mois d'avril des mouvements sociaux à Kairouan et au Kef dans le centre et le nord-ouest du pays. 6 ans après sa révolution, le seul pays à avoir réussi un printemps arabe pacifié n'est toujours pas parvenu à résoudre les maux comme la pauvreté, le chômage et la corruption, pourtant à l'origine de la révolte contre la dictature de Zine Abidine Ben Ali. ملف عاد ليطفو على السطح من جديد، وذلك من خلال حملة تأوين الفكرة التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. حملة فتحت باب ملف الطاقة على مصراعيه من جديد، حيث يؤكد ناشطو هذه الحملة أن بلادنا تسبح على بحيرة نفطية كبيرة وتمتلك مخزونا هاما من الغاز، ويشيرون إلى أنه كلما يثار الملف إلا وتندلع أزمة وحوادث إرهابية. الناشطون في هذه الحملة وضعوا عديد الصور لمنشآت ومنصات نفطية متواجدة في الجنوب وعلى سواحل سوسة وصفاقس، إضافة لوضعهم لقائمات اسمية لحقول النفط وشركات التنقيب الأجنبية في تونس. وين البترول؟ حملة طرحت تساؤلات عدة حول مصير ثروات البلاد ودفعت بعديد المسؤولين إلى الخروج عن صمتهم للتعليق عن هذه التساؤلات.